عملنا هذا الائتلاف ونسقنا هذه الوقفة التي لم يكن تاريخها أو موعدها عبثي، بل هو نظر القضية المرفوعة في مجلس الدولة، ولكي نقطع الطريق على أي واحد يريد أن يستغل مثل هذه الأحداث كما استغلت من بعض أذناب أمن الدولة في تفجير القديسين. فهذه الوقفة هي لتدعيم موقف أخواتنا، لتنبيه الرأي العام أنه في قضية خطيرة جدا يجب أن تحل ويجب أن ينظر فيها. أعداء السلفيين وأعداء الإخوة وأعداء الملتزمين بيطلعوا كلام كتير قوي، كلام غلط علينا وكده، فإحنا بنقول سلمية سلمية زي ما إحنا كنا بنقول برضو في الثورة سلمية سلمية. الحمد لله إحنا طلعنا في الثورة وكنا معاهم، وما حبيناش برضو نركب على الثورة، وخايفين على الثورة من إحنا بنظبط النظام وبنعمل كده، وبنمنع أي كلام فيه فتنة، بنمنع أي كلام فيه سب لأي حد، بنمنع. إحنا قضيتنا أختنا كاميليا والأخوات. بالنسبة للدعاوى بتاعت الحجاب أو الكلام اللي طلع اللي فيه سلفيين هيضربهم غير المحجبات في الشوارع أو كذا، أول رد بقوله حضرتك واقفة دلوقتي متبرجة بموقف الشارع بكلام الشارع، هل حضرتك واقفة في وسط كل الملتحين دول وفي وسط السلفيين دول حد قرب لحضرتك أو قال لك الكلام مش كويس؟ عايزين نثبت للناس كلها إن إحنا بنطالب بحق شرعي، إن الأخوات اللي موجودين في الأديرة والكنائس يرجعوا تاني لبيوتهم بدون أي شيء، لأن هم أصلاً إحنا بنطالب الحرية. القانون هيطبق على المسلم أو على المسيحي، فاستفزاز الكنيسة أنا أشوف اللي مالوش مبرر في حالة تطبيق القانون على الطرفين بشكل متساوي. إحنا جينا بنطلب بشكل قانوني إن كاميليا المصرية تظهر، مسلمة مسيحية يهودية أيا كانت هي تظهر بالمقام الأول، فإحنا مش هدفنا استفزاز ولا هدفنا أي فتنة طائفية، بل بالعكس جايين بنطلب مطالبنا بشكل شرعي أمام المجلس المحلي.